الملل، كيف بتطرد الملل من العلاقة؟ نحن بنعرف أي علاقة عاطفية أو زوجية بتمرق بفتور أو بملل وبصير فيها زهق نوعا ما. إذا أنتوا قاعدين دايما بين أربع حيطان بوجه بعض بمنزل مغلق أو ببيئة مغلقة وما عم تظهروا، ما عم تحتكوا بالمجتمع الخارجي وما عم تحتكوا مع الأصدقاء أو مع الناس الآخرين، فطبيعي إنه العلاقة يصيبها الملل. لهالسبب اليوم ظهرنا برا المكتب نحو الشارع لنحتك مع العالم الخارجي ولنعرف كيف نطرد الملل من العلاقة. خليكن معنا. هيدا هون الرصيف البحري بالليل وأول شتوة، في مطر على الأرض شتت الدنيا. أول شغلة لتطرد الملل من العلاقة، من علاقتك بأي شخص سواء كان زوج أو حبيب أو صديق، أول خطوة هي إنه تطرد الملل من حياتك الشخصية. يعني إذا أنت بحياتك اليومية زهقان ومالل، بالتالي رح تنعكس هيدا الشيء على كل علاقاتك وعلى كل صداقاتك وأيضا على حياتك الزوجية إذا تزوج. فأول خطوة لتطرد الملل من علاقتك العاطفية هي إنك تطرد الملل من روتين حياتك اليومية المملة. نحن بنعرف في أشخاص عندهم نمط حياة معين، مثلا من الوظيفة للبيت، من البيت للسبور أو للغداء، وهكذا دخلت الحياة بنمط روتيني ممل، وبالتالي حياتك أو حياتك صارت ملل وروتين. هيدا الشيء رح ينعكس على علاقتك بكل الأشخاص اللي حولك. في ناس أوقات بيقولوا لازم نسافر لنغير جو. أوكي، السفر هو شغلة كتير مهمة، ولكن مش دايماً بيكون السفر هو الحل الجذري لمشكلة الملل والروتين اليومي. لا، لأن أوقات كتير منسافر بس منكون مع الصحبة الغلط أو مع الجروب الغلط، وبالتالي كمان نحن ومسافرين قد نشعر بالملل أو بالزهق والروتين، بما أنه الجولة معنا أو الجروب اللي معنا مش عزوقنا أو مش منسجمين معهم. أو ممكن أوقات كمان نسافر مثلا بهدف نشتغل أو العمل، وأيضا بتكون الحياة كتير جدية ومش رح يكون السفر هون هو الحل. إذن كيف تطرد الملل من العلاقة؟ إلنا السفر أحيانا بيكون مفيد بس مش دايما، وإلنا الروتين اليومي اللي بحياتنا بيخلينا نحن على الصعيد الشخصي نزهق ونمل. يعني السبب بيكون مننا، نابع مننا، مش دايما بيكون نابع من الشريك أو من طبيعة علاقتنا فيه. وقلنا لازم نطرد الملل من حياتنا الشخصية أولا قبل أن نطرد الملل من علاقتنا بأي شخص. أهم نقطة وأهم خطوة كي تطرد الملل من حياتك أو من حياتك الشخصية هي إنك تخلق قضية، تخلق أهداف جديدة لحياتك. لأنه أكتر شغلة بتخلينا نمل ونزهق هي إنه أصبحنا بلا قضية، أصبحنا بلا هدف، صرنا عايشين على الهامش، وبالتالي أصبحت حياتنا مملة وروتينية. تخلق قضية لحياتك تناضل لأجلها، تخلق هدف لحياتك جديد دايما من بعد تحقيق أي هدف يجب أن نخلق قضية نؤمن بها، حتى إذا كانت هذه القضية وطنية تتعلق بالوطن، تتعلق بالثورة، تتعلق من أي نضال، بأي نضال اجتماعي أو إنساني أو وطني أو محق نحن نطالب لأجله. حتى أوقات مش ضروري تكون قضيتك وطنية، أوقات كتير بنحمل قضايا إنسانية، قضايا اجتماعية. وبالنسبة للقضايا الإنسانية هون بدي وجه تحية لكل ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص اللي بيحتاجوا لمساعدة، اللي بيحتاجوا لالتفاتة إنسانية خاصة من المجتمع، نهتم بقضيتهم. ممكن نساعد الفقراء، ممكن إذا أحوالنا ميسورة نتبنى أطفال مشردين. دايما حاول تخلق قضية، تخلق هدف إنساني
وطني أو اجتماعي، تنخرط ممكن بجمعيات خيرية، مش ضروري دايما تكون ثورة. هيدي القضايا كفيلة إنه تخلي لحياتك هدف وقضية، وبالتالي عم بتناضل أنت من أجل هذه القضية، وبالتالي انكسر الروتين وانكسرت الأنانية اللي أنت عايش فيها، من مثل ما بقولوا من الوظيفة للبيت لنشاطات شخصية أو أهداف شخصية. إذا اعتنقت أهداف عامة وقضايا إنسانية عامة ونضلت لأجلها، فهيدا الشيء كفيل إنه يكسر الروتين بحياتك اليومية، وبالتالي يطفي نوع من القيمة ومن الأهمية، وتشوف إنه صار لوجودك معنا ولقيمتك معنا، وهيدا الشيء رح يطرد الملل ورح يطرد الزهق من حياتك الخاصة، ورح ينعكس على كل شيء حواليك، رح تشوفه مختلف، رح تشوف حتى الزوج والزوجة، الشريك، الحبيب، الصديق، كل الأشخاص رح تشوفهم مختلفين من وجهة نظرك. وأخيراً وأهم شيء إنه هالأعمال الإنسانية والقضايا الإنسانية والاجتماعية والوطنية تكون أنت عم بتقوم فيها من قلبك، ولأنك عندك حب إنك تقوم فيها، مش فقط عم بتقوم فيها للمجاملة أو لحب الظهور أو فقط لتتسلى. أهم شيء تكون مآمن بهيدي القضايا الإنسانية وأعمال الخير. أعمال الخير والقضايا الإنسانية والوطنية والاجتماعية رح تخليك أنت تصير أهم، رح تخلي أنت يصير إلك قيمة أكبر، وبالتالي كل هيدي الأمور رح تخلي الشريك يتشوق، رح يحسك شخص اجتماعي، شخص مناضل، شخص عندك هدف، وهيدي الأمور كلها رح تزيدك جاذبية، رح تزيد من شوقه لإلك، رح تزيد أيضا من حبه لإلك، حتى إذا كان صار لك فترة معه أو إذا كان العلاقة إلى فترة مستمرة بينك وبينه.